بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، مرحبا بكم في أولى حلقات سلسلة الدروس التعليمية للغة الإيطالية. درس اليوم هو البريزنتي إنديكاتيفو، المضارع في اللغة الإيطالية. تتكون الأفعال في اللغة الإيطالية من ثلاثة مجموعات. المجموعة الأولى لها النهاية آري، والمجموعة الثانية إيري، والمجموعة الثالثة تنتهي بالمقطع إيري. وأمثلة لذلك الفعل parlare، vedere، dormire. تصرف الأفعال في اللغة الإيطالية على حسب الفاعل الذي يقوم بالفعل. نتذكر سويا اي برونومي بيرسونالي، الضمائر الشخصية. ايو، تو، لوي، لي، نوي، فوي، لورو. تنقسم الأفعال في اللغة الإيطالية كما قلنا من قبل إلى ثلاثة مجموعات، وهناك أفعال منتظمة verbi regolari. سنبدأ بها درسنا اليوم، ومثال على المجموعة الأولى الفعل parlare. فكيف نصرف الأفعال المنتظمة في اللغة الإيطالية؟ نحذف نهاية المجموعة، أي نحذف المقطع are. ونضيف مع الضمير إيو الحرف أو. إيو بارلو. ومع تو الحرف إي. تو بارلي. ومع لوي ولي الحرف أ. لوي لي بارلا. ومع نوي يامو. نوي parliamo. ومع voi ate. voi parlate. ومع loro hanno. loro parlano. نقرأ سويا الفعل مع جميع الضمائر الشخصية بعد إضافة النهايات الجديدة. Io parlo. Tu parli. Lui, lei parla. Noi parliamo. Voi parlate. Loro parlano. كما كنا من قبل، فإن المجموعة الثانية
تنتهي بالمقطع إيري. ومثال على ذلك الفعل فيديري، وكما تعلمنا من قبل فعند تصريف الفعل يراعى حذف نهاية المجموعة. ونضع مع إيو في هذه الحالة الحرف أو مع تو إي، لوي لي إي، نوي يامو، voi ete، loro ono. نقرأ سويا الفعل بعد إضافة النهايات الجديدة. io vedo، tu vedi، lui lei vede، noi vediamo، voi vedete، loro vedono. أفعال المجموعة الثالثة تنتهي بالمقطع إيري، ومثال لذلك الفعل دورميري. وكما تعلمنا مع أفعال المجموعة الأولى والثانية يحذف نهاية المجموعة، ونضع مع إيو أو تو إي، لوي لي إي، نوي يامو، فوي إيتي، لورو أونو. نقرأ سويا الفعل بعد إضافة النهايات الجديدة. io dormo، tu dormi، lui lei dorme، noi dormiamo، voi dormite، loro dormono. applicazione. أعزائي الطلبة والطالبات، أترك لكم الفرصة للتطبيق على الفعل أسكولتاري كمجموعة أولى، والفعل بريندري كمجموعة ثانية، والفعل بارتيري كمجموعة ثالثة. إسك، هناك أفعال في اللغة الإيطالية تنتمي إلى المجموعة الثالثة، يتطلب تصريفها المقطع إسك. ومثال لذلك الفعل كابيري، فكيف تصرف هذه الأفعال؟ كما تعلمنا سابقا يتم حذف نهاية الجملة، ونضع مع إيو إسكو، تو إشي، لوي لي إشي، نوي إيامو، voi ite، loro escono. عزيز الطالب، عزيزتي الطالبة، نرى أننا مع الضمير نوي وفوي لم نضف المقطع اسك.
نقرأ الفعل سويا. Io capisco. Tu capisci. Lui, lei capisce. Noi capiamo. Voi capite. Loro capiscono. متى يستخدم المضارع؟ يستخدم المضارع للدلالة على حدوث الفعل في الوقت الحاضر. الكلمات الدالة ora, adesso, oggi. وأمثلة على ذلك: oggi io vado al cinema. Ora noi guardiamo la TV. Adesso Ali mangia una pizza. كما قلنا من سابقا أن هناك أفعال منتظمة في اللغة الإيطالية وهناك أفعال غير منتظمة تحفظ كما هي. فمثال على ذلك الفعل essere، فلا يطبق على هذا الفعل حذف نهاية الجملة أو نهاية الفعل، ولكن تحفظ جميع تصريفاته كما موضح أمامنا. sono sei e siamo siete sono. io sono tu sei lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Avere o hai a. Abbiamo, avete, hanno. Io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Andare, vado, vai, va, andiamo, andate, vanno. Io vado, tu vai, lui, lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. Venire, vengo, vieni, viene, veniamo, venite, vengono. Io vengo, tu vieni, lui, lei viene, noi veniamo, voi venite, loro vengono.
fare, faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno. Io faccio, tu fai, lui, lei fa, noi facciamo, voi fate, loro fanno. Uscire, esco, esci, esce, usciamo, uscite, escono. Io esco, tu esci, lui, lei esce, noi usciamo, voi uscite, loro escono. Dare, do, dai, da, diamo, date, danno. Io do, tu dai, lui, lei dà, noi diamo, voi date, loro danno. Sapere, so, sai, sa, sappiamo, sapete, sanno. Io so, tu sai, lui, lei sa, noi sappiamo, voi sapete, loro sanno. Stare, sto, stai, sta, stiamo, state, stanno. Io sto, tu stai, lui, lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno. Scegliere, scegliere, scelgo, scegli, sceglie, scegliamo, scegliete, scelgono. Io scelgo, tu scegli, lui, lei sceglie, noi scegliamo. Voi scegliete, loro scelgono. في اللغة الإيطالية يوجد ثلاثة أفعال تسمى verbi modali، وهم أيضا verbi irregolari. Volere, voglio, vuoi, vuole, vogliamo, volete, vogliono. Io voglio, tu vuoi, lui, lei vuole, noi vogliamo. Voi volete, loro vogliono.
potere, posso, puoi, può, possiamo, potete, possono. Io posso, tu puoi, lui, lei può, noi possiamo, voi potete, loro possono. Dovere, devo, devi, deve, dobbiamo, dovete, devono. Io devo, tu devi, lui, lei deve, noi dobbiamo, voi dovete, loro devono. أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي، شكرا لكم ونتمنى لكم النجاح والتفوق بإذن الله.